الفنانة لاتويا أهلا وسهلا فيك على شاشة ام تي في وببرنامج سيلبرتي دويتس. Thank you so much. كتير مبسوطة أني معكم اليوم especially على such a special night ليلة رأس السنة. أهلا وسهلا فيك لاتويا. خبرينا شوي اليوم مع مين رح تغني على المسرح؟ اليوم يعني إلي الشرف أنا أني كون عم غني مع الأستاذ مصباح الأحتب ومع The Beautiful Sandra Rizet. اثنين شوي مختلفين يعني عندنا مصباح يلي بيغني أجنبي بصوت كتير حلو وعندنا ساندرا يلي كمان بتستعمل جمالها على المسرح. مع مين كنت حاسة حالك مرتاحة أكتر بالتدريبات؟ هلا شوف لأنهم هالقد different عن بعضهم يعني مع أستاذ مصباح it was more هيك about the music إذا بدك about the actual singing. With Sandra كنا عن جد بس عم نتسلى وعم نضحك we're enjoying the actual music. It's a very fun song كمان so كل واحد شيء بس انبسطت مع تانيتهم obviously. لاتويا عرفنا أنه 2018 رح تكون السنة سنتك يعني رح مثل ما عرفنا رح يصير في الأوريجينال ميوزك لإلك خبرينا شوي. إن شاء الله يا رب. أنا يعني I've been planning لوقت طويل إنه to release my own original music بس صراحة ما كنت بعدني بعرف شو هو الجانر يلي أنا بدي فوت فيه لإلي أنا personally لأني بسمع كل شيء absolutely everything عربي أجنبي French and I love so many different ألوان of music so many different genres so إن شاء الله 2018 هتكون السنة يلي I release my own music and hopefully it will be a success إن شاء الله يا رب. ورح يكون مزيج بين عدة لغات أو كيف؟ هلا probably حيكون in English بس يعني إلا ما يكون موجود في Oriental touch لأنه أنا بالنهاية I'm Lebanese and extremely proud. It's a new day, it's a new life. Oh.